مبروك التأهل للنهائي، مبروك الفوز بنتيجة 3-0 في سلسلة المواجهات. النادي الأهلي أخذ 3 مباريات من 3 مع نادي الزمالك ليؤكد الحقيقة ريادة النادي الأهلي هذا الموسم، خاصة في لقاءات الزمالك. السنة دي النادي الأهلي في كل لقاءاته مع نادي الزمالك لم يهزم أو لم يخسر إلا مباراة وحيدة، ولكن فاز في كل المباريات. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة لمباراة اليوم الأهلي والزمالك، واللي انتهت بفوز نادي الأهلي 83-80، ولكن بعد الفاصل.